السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده. في مفاجاه قويه جدا ومزلزله، الاستخبارات السعوديه التي تقود حرب اليمن وهي التي تمتلك المعلومه للضربات الاستباقيه هي التي جعلت ايران الارهابيه الان في حاله فشل ذريع في اداره حربها في اليمن بعد فقدها لكل الميليشيات الايرانيه. المملكه العربيه السعوديه في خبر مهم جدا، الكشف عن اكبر شبكه استخبارات ايرانيه وحوثية داخل الرياض. هذا ما ذكره موقع انتليجنس اونلاين وثيق الصلة بالاستخبارات السعودية في مفاجأة مزلزلة، القبض على هذه الشبكة الهدف منها، وهناك 4 أسامي في هذه الشبكة هم من كبار القادة في الميليشيات الإيرانية والحوثية. تابعوني بعد الفاصل لنعرف أهداف هذه الشبكة وكيف تم القبض عليها، تفاصيل مهمة جدا للغاية. حلقة اليوم اسمعها لآخر الحلقة لأنها مهمة جدا، تابعوني. مرة تانية، الكشف عن شبكة التجسس الإيرانية الحوثية الكبيرة جدا اللي تم تفكيكها في الرياض منذ حوالي أسابيع قليلة جدا، وتم يعني كشف هذا في لموقع انتليجنس الفرنسي. قبل ما نخش في التفاصيل الشبكة ديت والصيد السمين جدا وحلقة مهمة جدا ومزلزلة فعلا، لازم يعني أذكر شيئين اتنين مهمين جدا. أول شيء إن لما يتم تسريب هذه الأخبار من الاستخبارات السعودية لشبكة انتليجنس الفرنسية، هنا بيتم استخدام نوع من الحرب النفسية على إيران وأعداء المملكة العربية السعودية لتسريب الخبر ده. لم يتم تسريبه إلا بعد ما كان تم عصر كل المعلومات من شبكة التجسس بكل اللي فيها، فبالتالي مش هيقدر ان هو يذكر للمصادر دي اي شيء عن الشبكة الا بعد ما هو قدر يستفاد قدر الاستفادة. ده شيء. الشيء الثاني ان احنا لا نفشي اسرار، ولكن احنا دورنا ان احنا نوع من الحرب النفسية على اعداء المملكة العربية السعودية، وايضا المواطن السعودي لازم ان هو يكون في قمة السعادة لمعرفة قدرات الاستخبارات السعودية والحرب النفسية اللي هي تدار على المملكة العربية السعودية، وليست هي حرب أيضا عسكرية أو ميدانية، ولكن هناك من الحرب النفسية ما يقوم به أعداء المملكة العربية السعودية من اليمنيين الغير مخلصين وغير وطنيين، وأيضا من الإيرانيين ويعني شبكات التواصل الاجتماعي اللي بتقوم بتهاجم المواطن السعودي. احنا دورنا إيجابي في ان احنا بنقوم بعملية نشر الوعي ونوع من الحرب النفسية على أعداء المملكة العربية السعودية. نعود للحلقة مرة أخرى، المملكة العربية السعودية في ضربة استخباراتية قوية جدا، هنعرف تفاصيلها كلها. بداية الشبكة ديت لازم نبدأها من اليمن في العاصمة صنعاء. السفير الإيراني حسن إيرلو هو الذي يقوم بتجميع لهذه الشبكة، وهي شبكة قوية جدا من كبار القادة. بعد الضربات القوية جدا اللي حصلت في اليمن في الأسابيع اللي فاتت، إيران حست بالضعف الكبير جدا وإن هي لم تستطع اختراق مأرب ميدانيا، فبالتالي أرادت إن هي يكون ليها نوع من الحرب الأخرى وهي الحرب المخابراتية، فأرادت اختراق اليمن. ده كان الهدف، اختراق مأرب ده كان الهدف من إنشاء الشبكة في الهدف الأول. كان ليها هدفين اتنين الشبكة. الشبكة دي بتتكون من مين؟ بتتكون من يعني الأسامي ليها مهمة جدا. أول واحد هو عبد القادر قاسم الشاه، ده رئيس جهاز الأمن التابع للميليشيات في اليمن. على فكرة الميليشيات دي هي ميليشيات فيلق القدس، مش ميليشيات إيرانية عادية، ده فيلق القدس. اللي هو الرجل الثاني اللي هو في الشبكة ديت رئيس الاستخبارات الخارجية والأمن الوطني الإيراني عبد الرب صالح جرفاء، ده الشخص الثاني وده من أهم القادة في هذه الشبكة التجسس. الشخص الثالث هو نائب وزير الداخلية الحوثي عبد الكريم هاشم الخواني، وده الشخص اللي هو الثالث نائب وزير الدفاع الحوثي محمد عبد الكريم الغماري. وكان الهدف من الشبكة أول شيء اختراق مأرب استخباراتيا بعد فشل اختراقها ميدانيا. مأرب مهمة جدا لإيران الإرهابية عشان خاطر بسقوط اليمن نقدر من هنا إن نقدر نستحوذ على اليمن كلها، ده وجهة نظر إيران الإرهابية، وأيضا إن يتم إرغام السعودية على الجلوس في مفاوضات مباشرة لإن هم يضعوا شروطهم، ولكن فشلهم جعل إن هم يعملوا شبكة التجسس الكبيرة ديت. والهدف الثاني منها ده الأهم اللي المملكة العربية السعودية إن الشبكة دي أرادت إن يكون ليها يعني
يعني يكون ليها قدم وساق كبير جدا في الرياض، فتم ارسال الاربع قاده لهذه الشبكه الكبيره جدا ودخلوا الرياض وانتظروا فيها لوقت مهم جدا، ثم اخذوا في رصد المواقع العسكريه ومواقع مهمه جدا في الرياض. وحينما تم ارسال الاحداثيات ليتم ضرب هذه المواقع في الرياض، هنا المملكة العربية السعودية، الاستخبارات السعودية بوجه أدق كانت تتم متابعة هذه الشبكة من قبل أن وصولها للسعودية، ولكن انتظروا حتى يستمروا في رصد هذه الأماكن ويشوفوا أيضا أعضاء الشبكة، لأن الأربع قادة من هذه الشبكة التجسس كانوا ليسوا هم بمفردهم، كانوا هناك من المتابعين لهم، كان لهم أفراد أخرى تتبع شبكة الجواسيس. فتم الانتظار، وحينما تم إرسال الإحداثيات الاستخبارات السعودية اعترضت هذه الرسائل بالشفرات وتم فك هذه الشفرات، وبالتالي تم معرفة هذه الرسائل المشفرة وتم معرفة أدق الأسرار التي تم إرسال الإحداثيات لها، فبالتالي لم ينتظر الاستخبارات السعودية وأرادت القبض بصورة مباشرة على هذه الشبكة كلها، وتم الآن وصولهم، يعني مش الآن، في ذلك الوقت من حوالي أسابيع قليلة جدا هذه الشبكة تم القبض عليها من أسابيع قليلة جدا، وإن هي يعني تم إن هي دي كان بالنسبة للاستخبارات السعودية الشبكة دي اللي هي الحوثية أو الشبكة الإيرانية هي تتبع فيلق القدس والاستخبارات الإيرانية، ومنها شخصين اتنين بس هم من الحوثيين القادة الكبار جدا، نائب رئيس وزير الدفاع الحوثي، وأيضا يعني نقدر نقول كده إن تم المعلومات إن هم الآن مستضيفين في الاستخبارات السعودية، بيتم معرفة كل المعلومات. أيضا الاستخبارات لما تحب تعرف معلومات بتاخد الامور على، يعني بتاخد الامور بتتعصر كده على دي، يعني زي كده ايه، زي الزيتون لما يتعصر على البارد، تلاقي كده الزيتون، زيت الزيتون مكتوب عليه تم العصر على البارد، هم اتعصروا على البارد. الناس دي كانت عبارة عن يعني كنوز من المعلومات الاستخباراتية لفيلق القدس الايراني وايضا للحوثيين. دي كان اكبر صيد سمين جدا تم القبض عليه بالنسبة للاستخبارات السعودية، أكبر شبكة تجسس تم القبض عليها. هناك أيضا أخبار مهمة جدا تم ذكره في هذا موقع انتليجنس، ولكن إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله سيتم الحديث عن أخبار مهمة جدا عن كيف يتم ضرب الضربات القوية جدا داخل اليمن لقاعدة الدلمي قبل ذلك، وأيضا لمرابط المسيرات والحوثيين والمواقع للصواريخ البالستية، وكيف يتم ذلك، هل في كان تعاون مشترك أم في ما بين الاستخبارات السعودية استخبارات أخرى، أم أن هناك كان هذا الأمر منفرد، أم هناك من يريد أن ينتسب لنفسه هذا النصر. كل التفاصيل كنا نعرفها، هنعرف تفاصيل أخرى مهمة جدا، ولكن كان خبر النهاردة الأهم، وأردت أن أنا يعني أفرحكم في هذا اليوم، اليوم الجمعة المباركة، بالقبض على شبكة استخبارات قوية جدا إيرانية حوثية داخل الرياض، في خبر مفرح جدا. مرة أخرى أريد أن أشرح لي للأخوة المتابعين اللي لم يسمعوا جيدا أن المملكة العربية السعودية تستخدم هذه التسريبات للمصادر المواقع الاستخباراتية الغربية كنوع من الحرب النفسية على إيران الإرهابية، وأيضا حتى يتم هذا من خلال مواقع موثوق منها انتليجنس اونلاين، من المواقع الوثيقة جدا في الغرب لكشف مصادر الاستخبارات السعودية للقبض على أكبر شبكة جواسيس إيرانية حوثية داخل الرياض. تابعوني، دمتم بألف خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.